بص يا نور، انت عندك هبه، هبه مولوده بيها بتخليك تقدري تفتحي الكتاب ده او اي حاجه تانيه غير الكتاب. اياد طبعا كان عارف ده، وعشان كده كان بيحاول انه يسيطر عليكي، عشان كده عمل كل اللي هو عمله عشان تبقي تحت طوعه لما تفتحي الكتاب. بس طبعا انت كسرتي كل الكلام ده، كسرتي الدايرة اللي كانت معمولة حواليكي. وعلى فكرة الكلام ده هيضره قوي، عشان اكيد الجن اللي هو حضره لك مش هيسيبه. انا اول ما دخلت المكان هنا حسيت ان انا شفته قبل كده، حسيت ان انا شفته في حلم من احلامي او بيتهيألي، بس لا، انا المكان ده شفته، انا متأكدة، وشفت البنت اللي كانت عايشة فيه. طب انا عايز اسألك سؤال، هو انتي تعرفي عن اي حد في عيلتكو؟ جد حد سمعتي عنه قصص غريبة شوية؟ لحد علمي لا، جدودي ناس عاديين جدا. انا شاكك ان الموضوع ده انتي ورثتيه من حد في العيلة عندكو، حد قديم مش شرط تكوني عارفة أي حاجة عنه. أنا بحلم بأحلام غريبة عن ناس قديمة مش في زماننا ده. ولما بتصحي من النوم بتحسي إنك فعلا كنت هناك؟ مظبوط، دي مش أحلام عادية كده، حضرتك بتكوني روحتي لعالم الروح. هتفهمي كل حاجة إن شاء الله لما تروحي معايا على بيت سارة. إمتى؟ يوم 17. تعدي عليا هنا ونروح بعربية واحدة. اتفقنا. اوكي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجة تفوتك.